السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناه مستر وائل البيولوجي. اعزائي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الاول، خلصنا يونت 1. هنحل النهارده موديل اكزام على يونت 1 كلها. ان شاء الله تكون يونت شيقه وسهله ونكون ذاكرناها كويس. وتفضلوا يا شباب نحل مع بعض هذه الاسئله. Choose the correct answer. Nutrients are made up of smaller basic units and can be identified by food test. Which nutrient is lipid? انهي واحد في دول lipid؟ لما تكون السمولر بيزك يونتس بتاعتها، طبعا هختار ايه ولا بي ولا سي ولا دي. لما تكون السمولر بيزك يونتس ايه، تكون الفود تيست ايه. طيب انا طبعا عارف ان انا بكشف على الليبيدز بمين الفود تيست بتاعه، بالسودان فور ريجنت. فطبعا البيلدينج يونت فاتي اسيدز وسودان فور ريجنت. سؤال بسيط جدا، الاجابه سي. تمام يا شباب، اوكي. ويتش اوف ذا فولوينج بايو مولكيولز، اللي هي البيولوجيكال ماكرو مولكيولز، يعني سيمبل ريفيرز تو stuff of life. مين هو اللي يسمى stuff of life؟ الحياة يعني بروتين يا شباب. السيلز بتاعتي يعني بروتين، الأورجانز يعني بروتين، different system are بروتين، ligaments, tendons, muscles, hair, nail, horn, hoof، كل ده بروتين. تمام، يبقى مين البيولوجيكال macromolecules او البيومولوكيولز اللي يعتبر كده simply هو الحياة؟ هو بروتين. تمام يا شباب. DNA is called the blueprint of life because كلمة بلو برنت دي يا شباب، زي ما اتفقنا احنا في اسئلة كتيرة بتيجي بره المنهج. يعني كلمة بلو برنت دي معناها يعني اللي معاه مقاليد الحكم، اللي بيعرف يعمل كل حاجة، الفريد من نوعه، اللي مسؤول عن اللايف. اوكي تمام. فكلمة بلو برنت دي ملاش علاقة بالمنهج صدقوني. ها، بلو برنت اوف لايف، بلو برنت اوف اي حاجة، يعني الفريد في مجاله. يعني لما نقول في اي شركه البلو برنت بتاعكم مين، يقولوا فلان، يبقى ده يعني الليدر بتاع الشركه. طب في مجال مثلا صناعه الاجهزه مثلا او في الموبايل، مين البلو برنت؟ مثلا ايفون. اوكي، ايفون هي او ابل، شركه ابل هي اللي مثلا البلو برنت بتاعت الموبايل فون، وهكذا. اوكي تمام. طب ليه بقى بنسمي الدي ان ايه هو البلو برنت اوف لايف؟ عشان بلو برنت اوف لايف، علشان اختاروا بقى الاجابه. It is like a fingerprint، يعني زي الفينجربرنت، زي البصمة بتاعتك. لا خالص، ايه يعني زي البصمة بتاعتك؟ ده مش عشان كده هو حاجة مميزة يعني. It has a blue color، لا طبعا هو ملوش blue color. اوكي. It contains the planes، الخطط، يعني for building the organism او an organism. طبعا انت كده كل الليفنج اورجانيزم معمول نتيجه الانستراكشن اللي كارد على الدي ان ايه، يبقى الاجابه دي ايديال. ها، it can relay message to other molecules. ايه يعني relay message دي؟ لا خالص. اوكي، it contains the plans for building an organism. اوكي يا شباب. طيب if a person suffered from polar in face، يعني وشه مخطوف كده، لونه مخطوف كده، ها، مش مورد كده، تمام، and increasing the rate of heart beats، ضربات قلبه سريعه، and the doctor asked him to perform blood test، الدكتور قال له روح اعمل لي بقى تحليل دم كده عشان نشوف الهيموجلوبين بتاعك. غالبا البني ادم ده عنده انيميا. اوكي تمام. It is found that there is a deficiency in substance X، طبعا في deficiency فين؟ في الهيموجلوبين. والهيموجلوبين معمول من ايه؟ معمول من ايرن. تمام كده. And the doctor diagnosed that he suffer from anemia. Anemia دي بتبقى نقص يا اما الار بي سيز الريد بلاد سيلز، يا اما نقص الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز due to deficiency of iron. هو بالتالي البيشن ده لازم ياكل ايرن كتير. اوكي. What is the type of medication that the doctor will give to him؟ احنا يعني الناس العامة يا شباب، مش احنا كطلبة بيولوجي، الناس العامة عارفة كلمتين، عارفة اجابة هذا السؤال. اوكي. طيب الدكتور بقى ينصحه ايه؟ ياكل ايه؟ او ياخد ايه يعني؟ اوكي. A medication contains sodium element، ملوش علاقة خالص. A medication contains، انا عايز ايرن، ها؟ A medication contains zinc، طبعا A medication contains iron element. اوكي؟ الباقي كله يا ايرن element. الناس كلها يا شباب عارفة الإجابة السؤال ده. طيب the cat differ from lion، ليه القطة مختلفة عن الكات؟ عشان الدي ان ايه بتاع القطة غير الدي ان ايه بتاع الكات. انا كهيومن بينج مختلف عنك انت كهيومن بينج، ليه؟ عشان الدي ان ايه بتاعي كاري الكرايتيريا بتاعتي انا، او الجيناتيك تريدز اللي انا شايلان عليها دي، والدي ان ايه بتاعك كاري الجيناتيك تريدز بتاعتك انت دي. فنفس الكلام، القطة مختلفة عن اللاين عشان القطة عندها جي ان دي ان ايه كاري جيناتيك انفورميشن بتقول ان ده شكلها وده ديلها وده كل حاجة، صح كده؟ As the cell of each of them، خلاص احنا جاوبنا الاجابه، احنا نروح ندور عليها بس.
كل السيل بتاع كل واحده فيهم كونتين ديفرنت ان اورجانيك مولكيول. ايه علاقه الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي؟ ما فيش اي علاقه طبعا. كونتين ديفرنت لارج سايز اورجانيك مولكيولز خالص. مانيفاكتشر ديفرنت فات، الفات ملهاش اي علاقه بالموضوع. كونتين containing different sequences of nucleotide in DNA، هي دي الاستراكشر اوف دي ان ايه اللي مديك الانفورميشن انها تبقى كات، واللاين عنده الانستراكشن في الدي ان ايه او في السيكونس اوف نيوكليتيد اللي بيقول ان هو لاين. اوكي يا شباب؟ طيب ماشي. سينس دي ان ايه از هايلي تشارجد بولي انيونز، الحقيقه السؤال ده المفروض ان هو ما يقلقوش يعني، المفروض فعلا، بس انا لقيته وحبيت اجيبه بدل ما يعني تتفاجئوا بيه في حته كده وما تعرفوش ايه هو. اوكي السؤال ده مش تبعكم خالص، السؤال ده يعني يوم ما اجيبه في الثانويه العامه هيبقى صعب على بتوع الثانويه العامه. اوكي ماشي. سينس دي ان ايه از هايلي تشارجد بولي انيونز، الدي ان ايه يا جماعه هايلي تشارجد بولي انيونز، مش في امينو جروبس نيجاتيف تشارجز او بيزك يعني، وفي كاربوكسيل جروب بوزيتيف تشارجد او اسيديك، وفي كمان هيدروجين اتوم ونيتروجين اتوم، هو بولي انيونز، في انيونز كتيره صح كده؟ تمام. its stability to heat denaturation، الاستابيليتي بتاعت الهيت ناتوريشن مالها بقى؟ يعني ايه استابيليتي اوف هيت ناتوريشن؟ مش انتوا عارفين يا شباب ان الدي ان ايه دبل ستراندز؟ طب يعني هو شريطين ملفوفين حوالين بعض، طب انا عايز اكسر الشريطين دول، اوكي؟ عايز اعمل دي ناتوريشن اغيره، تمام كده؟ فالحقيقه الدي ان ايه ستيبل للهيت دي ناتوريشن دي، فالاستابيليتي بتاعته للهيت دي ناتوريشن بقى مالها؟ doesn't depend on hydrophobic and hydrophobic. هيدرو انت عارفين ان الحاجه بتبقى يا هيدروفوبيك كارهه للووتر يا هيدروفيلك محبه للووتر، واكيد خدته في الكيمياء الكلام ده بالتفصيل. اوكي طيب doesn't depend on hydrophilic hydrophobic interaction، مش معتمد على الهيدروفوبيك interaction. الحقيقه ايوه احنا مش معتمدين على الهيدروفوبيك interaction، ما عندناش حاجه هيدروفيلك وهيدروفوبيك. الحاجه اللي فيها هيدروفيلك وهيدروفوبيك دي الحاجه الليبيد، ها زي ما هنشوف الفوسفوليبيد اللي عامل البلازما ممبرين الحاجه، وهتاخده اكيد في الكيمياء حته هيدروفيلك وهيدروفوبيك. الليبيدز عموما هي هيدروفوبيك. فانا في الدي ان ايه ما عنديش اصلا، او في الدي ان ايه ما عنديش اصلا ليبت حاجه، فانا او ليبت كومبوننت، فانا الحته دي مش فارقه معايا. طيب انكريز ويز انكريزنج سولتس، طب هو انيون لو زودت السولت هل هيزيد الهيت او الاستابيليتي بتاعته هتزيد؟ لا، هي لو زودت السولت هيحصل ان في انيونز هتتبدل مع انيونز، فانت لو زودت السولت كونسنتريشن وهو في بولي انيونز هتزود الدي ناتوريشن، فبتقلل الاستابيليتي اوف هيت دي ناتوريشن. طيب independent on GC content، يعني ما بيعتمدش على الجي سي كونتنت، الجي سي كونتنت معتمد على ان الجي سي، مش انا قلت الجي سي اللي هو الجوانين والسيتوزين بيمسكوا مع بعض بتريبل كوفيلنت بوند، انما الاي والتي بيمسكوا بدبل كوفيلنت بوند. فانا الحقيقه دي الجي سي كونتنت بيعتمد على ان الاثنين يبقوا ادهير ده اكتر لبعض، ولكن في الايونيزيشن الادهيرنج ده هيدروجين بوند، وانتوا واخدين في الكيمياء الووتر مولكيول بينها ويك هيدروجين بوند، او الهيدروجين بوند عموما اللي بتوني الووتر مولكيولز بتبقى ويك، فزي برضو ما الجي والسي بينهم صحيح تريبل كوفيلنت بوند، ويجب اعتبارها اقوى من الدبل كوفيلنت بوند بتوين، او الدبل هيدروجين بوند، انا اسف هنا في تريبل هيدروجين بوند وما بين الاي والتي في دبل الهيدروجين بوند، يوضع في الاعتبار، ولكن مش دي الحاجه الاساسيه. الحاجه الاساسيه ادام انت بتلعب في انيونز يبقى تقول لي سولت، يبقى الاجابه ان هو ديكريزنج ديكريزنج ويز انكريز سولت، يعني الاستابيليتي دي بتقل لما تزود السولت. ايوه الاستابيليتي دي لما بتزود السولت بتزود الدي ناتوريشن، فالاستابيليتي بتاعت الهيت دي ناتوريشن ديكريز باي انكريزنج سولت. اوكي يا شباب، فالاجابه ان هي decrease with increasing salt، لان انت لما بتزود السولت انت بتزود الديناتوريشن. اوكي فهو بيقول لك الاستابيليتي معتمد على ايه؟ معتمد على ان الاستابيليتي دي بتقل لما انت تزود السولت. اوكي اتفقنا؟ ماشي يا شباب، هو سؤال صعب عليكم، بس زي ما اتفقنا الاسئله بتيجي اوت اوف ذا بوكس، الاسئله بتيجي بره المنهج. اوكي ماشي، واسئله بتيجي سهله وصريحه ومباشره جوه المنهج. اوكي يا شباب، What does the term optimum mean؟ سؤال سهل جدا ده. What does the كلمة optimum، optimum temperature أو optimal، هو بيتكلم على temperature. Optimum means أو سواء optimum temperature أو optimum pH معناها ده الأيديال تمبريتشر عشان الإنزيم يشتغل. أيديال pH معناها الأيديال pH عشان التمبريتشر عشان الإنزيم يشتغل. يبقى كلمة optimum mean إيه؟ اتفضل الإجابات. معناها اللوست تمبريتشر ات ويتش ذا انزايم ورك، لا طبعا مش اللوست ده ولا الهايست، ها ذا تمبريتشر ويتش جيفز ذا هايست انزايم اكتيفيتي، هي دي معناها التمبريتشر اللي عندها الانزايم هيديك اعلى اكتيفيتي.
هل معناها ان الهايست تمبريتشر بيفور دي ناتوريشن اوكير؟ لا طبعا مش معناها كده. ذا هايست تمبريتشر ات ويتش انزايم ورك، لا هي معناها التمبريتشر ات ويتش ذا انزايم ورك ويز ماكسيمم افيكاسي. صح كده؟ اوكي يا شباب. طيب ذا نمبر اوف فاتي اسيد، سؤال سهل جدا جدا، ذات انتر ان ذا ستراكشر اوف مولكيول اوف فوسفوليبيد. احنا قلنا الفاتس فيها 3 مولكيولز اوف فاتي اسيد، الفوسفوليبيد بشيل فاتي اسيد الثالث واحط بدلها كولين وفوسفيت جروب، يبقى الفاتي اسيد اللي قصدي الفوسفوليبيد فيه كام فاتي اسيد؟ الفوسفوليبيد فيه 2 فاتي اسيد. صح كده؟ اوكي يا شباب. سام بلانت دايجست انسكت، تمام، اللي هي الانسكتيفورس بلانت اللي خدناها قبل كده في المرحله الاعداديه، ماشي، مالها الانسكت زي الديونا والدروسيرا والهالوفيلا؟ ما ينفعش، المعلومات اللي خدناها قبل كده ما نبقاش عارفينها. اند يوز زير نيوترين تو ميك بروتين، طبعا لان هم ما بيعملوش يقدروا يعملوا ابزوربشن للنيتروجين اللي موجود في السويل عشان يعملوا البروتين. المهم علشان بقى البلانت دي تعمل دايجيشن للانسكت دي، وات ماست ذيس بلانت برودوس تو دايجست الانسكت؟ لازم البلانت ده ايه هو ايه اللي بيعمل دايجيشن يا شباب؟ ايه اللي بيعمل دايجيشن؟ طبعا الانزيم. ايه صح كده؟ اميليز انزيم، صح كده، تريبسين انزيم، الانزيم هي اللي بتعمل دايجيشن. صح كده؟ فهل البلانت محتاج يفرز اسيدز ولا الكاليز ولا انزيم ولا هرمونز؟ طبعا احنا عارفين ان دايجيشن معناها انزيمز. ايه يا شباب؟ طيب ذا فولوينج تيبل شو وات ايفر ستار شوز ستيل بريزنت افتر فور ديفرنت اكسبيرمنت. انا هعمل 4 اكسبيرمنت دلوقتي وهتقول لي هنا في الاخر الستارش موجود ولا مش موجود، ماشي. Which of the following can cause breaking down of the starch؟ ايه اللي يكسر الستارش بقى بعد ما تدرس لي الاكتيفيتي دي؟ طيب الاكسبيرمنت ان انا جبت شويه ستارش وحطيت عليهم موتر في 20 ديجري سيليزيوس، فبعد ما شفت التجربه دي شويه لقيت الستارش ما زال موجود، يبقى الستارش هنا ما حصلوش دايجيشن. صح كده؟ طيب التجربه الثانيه جبت شويه ستارش وحطيت عليهم شويه اميليز وفي 20 ديجري سيليزيوس، وبعد شويه جيت اكشف على الستارش لقيت الستارش ابسنت مش موجود، معنى كده ان الاميليز في درجه حراره 20 ديجري سيليزيوس يقدر يعمل دايجيشن للستارش. طب جبت ستارش مع اميليز عند درجه حراره 30 ديجري سيليزيوس لقيت برضو الستارش ابسنت، يعني مازال الاميليز في 30 ديجري سيليزيوس يقدر يعمل ديكومبوزيشن او دايجيشن للستارش او بريك داون للستارش. صح كده؟ طيب جبت ستارش وبويلد اميليز، ما الاميليز ده انزيم معمول من بروتين، وادام انت سخنته تمام كده وبعد كده سبته عند درجه حراره فما بقاش شغال، فهتلاقي الستارش فضل زي ما هو، الستارش بريزنت، تمام. طيب ويتش اوف ذا فولوينج، بعد ما شفنا الاربعه اكتيفيتي دول، ويتش اوف ذا فولوينج كان كوز بريك داون اوف ستارش، هو مين اللي كسر الستارش قبل ما اقرا الاختيارات؟ اللي كسر الستارش الاميليز عند 20 ديجري بقى عند 30 ديجري، هو بيقول لك الاميليز ولا البويلد ووتر ولا الهيت ولا الووتر ولا البويلد اميليز. سوري، طبعا البويلد اميليز حصل له دي ناتوريشن، طبعا الاميليز هو اللي كسر. صح يا شباب؟ سؤال سهل يعني معظم الاسئله يا شباب الحقيقه في المتناول، يعني هو يمكن في سؤال ولا سؤالين بتاع البلو برينت ده، تمام، ولو معلوماتكم العامه جيده كنت عرفتوا البلو برينت. السؤال الوحيد اللي انا كنت معترض عليه اللي هو الدي ناتوريشن اوف دي ان اي، وان ديكريزنج السانيليتي، او هو الدي ناتوريشن بيزيد لما تزود السانيليتي، لما تزود السانيليتي يعني ايه؟ تزود السولت سوليوشن يعني. اوكي، فهو بيقول لك نمنعه ازاي؟ فنمنعه ان احنا نقلل السالينتي. صح كده؟ اوكي يا شباب، كان سؤال صعب عليكم الحقيقه، بس يعني خلاص احنا عرفناه وبقى سهل يعني. كده خلصنا يا شباب يونت 1 ستادي هارد. اتمنى لكم التوفيق، نتقابل قريبا في يونت 2، والسلام عليكم.